بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم هو عن نظام غذائي خال من الخميرة للتخلص من المتاعب الصحية الناشئة عن تكاثر الفطريات. النظام الغذائي الخالي من فطر الخميرة يهدف إلى إعادة التوازن الطبيعي بين الفطريات والبكتيريا النافعة في الجسم عن طريق استبعاد الأطعمة التي تساعد على تكاثر الفطريات وزيادة نشاطها في الجسم أو الإقلال منها. وكما نعلم، الفطريات هي خلايا حية بسيطة التركيب تتغذى على المواد السكرية والنشوية في المناطق الرطبة من الجسم، مثل تجويف الفم والحلق والقناة التناسلية وثنايا الجلد، كما تعيش أيضا في المناطق الداخلية بالجسم مثل الأمعاء والقولون. وتتعايش هذه الفطريات في توازن مستمر مع البكتيريا الموجودة بالجسم، ويؤدي اختلال هذا التوازن إلى زيادة تكاثر ونشاط الفطريات، الذي يعد أحد المشكلات الصحية المتزايدة في العالم. ويعتبر الفطر المعروف باسم الكانديدا أو كانديدا البيكانس أشهر أنواع الفطريات التي تصيب جسم الإنسان بكثير من المشكلات الصحية. وقد تحدثنا في فيديوهات سابقة عن الكانديدا، وسنضع لكم روابط هذه الفيديوهات في صندوق الوصف أسفل الفيديو بالضغط على كلمة المزيد. والسؤال: ما هي أسباب تكاثر الفطريات؟ تشمل أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نشاط وتكاثر الفطريات في الجسم التوتر والقلق والإكثار من تناول الكربوهيدرات والمضادات الحيوية وفترات النقاهة والعمليات الجراحية والحوادث الصحية. وأيضا هناك بعض الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج الكيميائي ومثبطات المناعة وأقراص منع الحمل ومرض السكري، وأيضا التغيرات الهرمونية الملازمة لفترات الحمل والدورة الشهرية، أيضا سن انقطاع الطمث. ومشاكل الفطريات كثيرة، حيث تؤدي زيادة نشاط وتكاثر الفطريات بالجسم إلى مشكلات صحية تشمل التهابات الفم والحلق واللسان مصحوبة بظهور بقع بيضاء على الغشاء المخاطي، أيضا التهابات مهبلية مصحوبة بحكة جلدية ونزول إفرازات بيضاء لزجة تشبه الزبادي، أيضا التهابات الأظافر وثنايا الجلد في المناطق الرطبة بين أصابع القدمين واليدين والفخذين، أيضا التهابات متكررة بالأذن والجيوب الأنفية والشعب الهوائية، أيضا التهابات المثانة والمسالك البولية والبروستاتا، وحساسية جلدية مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب ونوبات من الإسهال والإمساك، أيضا التهاب القولون وحكة حول المستقيم ورائحة فم كريهة وألم العضلات والمفاصل ومتلازمة قبل الحيض والجماع المؤلم والضعف الجنسي وصداع نصفي وقلة الانتباه وفرط النشاط وإجهاد مزمن وضعف الذاكرة. طبعا كل هاي مشاكل الفطريات في الجسم. أيضا هناك الشراهة لتناول السكريات وتسمم الدم بالفطريات في مرضى نقص المناعة مثل الإيدز والسرطان والعلاج الكيميائي. حبيبنا، حتى لا نطيل عليكم، سنتحدث في الفيديو القادم عن النظام الغذائي، ويشمل قائمة بالأغذية الممنوعة والأخرى المسموح بها ونصائح هامة للمصابين بزيادة نشاط الفطريات. عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وأدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. حبيبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.